القصه بدات من زمان قوي، من وانا عندي حوالي 5 6 سنين، ان انا بدات اتعلم السباحه مدرسه السباحه، وبعدين بدات انضم لفريق السباحه وانا عندي 8 سنين. كان بطولات البراعم، وكان في بطولات للبراعم ساعتها، بدانا نشارك مع النادي في بطولات البراعم. بعد كده بدانا في قطاع الناشئين من سن 10 سنين. الحمد لله، يعني الواحد ما يقدرش ينكر فضل النادي عليه. النادي طبعا هو السبب في كل اللي احنا وصلنا له من نتائج وبطولات طبعا، وده حاجه قليله قوي ان احنا نهديها للنادي. قطاع الناشئين الحمد لله، يعني قعدت من اول قطاع الناشئين بطل الجمهوريه. بدات اشارك في السباحه في مرحله الدرجه الاولى من وانا عندي 13 سنه، والحمد لله يعني كان سني صغير قدرت ان انا اخد 3 جمهوريه في سباق 1500 متر حره، على الرغم ان انا كنت نازل مع ناس اكبر مني ب 6 و7 سنين و8 سنين. وبدات بقى الرحله بتاعت السباحه الحمد لله. يعني شاركنا مع النادي في بطولات دوليه كتير، في جنيف في المانيا، في كذا محفل دولي يعني مع النادي، والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل نتائج مشرفه جدا. بعد كده كان رحله المنتخب، انضمنا للمنتخب وشاركت مع المنتخب في اكتر من بطوله. بس طبعا ده كله يرجع للنادي وللمدربين ولاداره النادي ودعمها لينا. بعد كده بدانا نتجه ل يعني كره الميه مع بجانب السباحه، لعبنا كره ميه الحمد لله، برضو كسبنا الدوري اكتر من مره مع النادي، كسبنا كاس مصر اكتر من مره لحد سنه 95. يعني اعتزلت اللعب وبدات اخد السلك الاداري، جزء كان تحكيم الاول، بدات كحكم لحد ما وصلت للاشاره الدوليه كحكم كره ماء، وكان بجانبها ان انا كنت شغال في الشق الاداري في النادي. اول حاجه كنت ماسك القطاع التعليمي هنا في النادي، وبعد كده بقيت مدير الاداري القطاع التعليمي، بعدين بقيت نائب مدير الجهاز، بعد كده مدير جهاز كره الميه، وحاليا انا نائب رئيس جهاز العاب الماء. النادي الاهلي طبعا اضاف لنا حاجات كتير جدا، يعني احنا ما كناش هنوصل للي احنا فيه دوت لو كنا في مكان خارج النادي الاهلي. فعلى المستوى الشخصي هو اضاف لنا كشخصيه، في تكوين الشخصيه، في تكوين البطل، في الالتزام، في التضحيه، في ان انت الواحد مهما قدم بيبقى عايز يعمل اكتر وعايز يعمل اكتر، ومهما كان حقق من نتائج وحقق من انجازات ما بيكتفيش، ودايما عنده الطموح وعنده الاصرار ان هو يوصل لاكتر واكتر، ما فيش حدود. ودي حاجه موجوده في النادي الاهلي وبتتزرع جوه لجنه النادي الاهلي، ان احنا مش بنكسب بطوله وبنريح، لا احنا كسبنا عايزين نكسب تاني، بننسى ان احنا كسبنا وبنبدا نشتغل اكننا لسه ما كسبناش حاجه خالص وعايزين نرجع نكسب من اول وجديد. طبعا الالتزام في الحياه عامه، ان الواحد كرياضي داخل النادي الاهلي فهي الالتزام، احنا كاننا في مؤسسه عسكريه، احنا الالتزام داخل النادي الاهلي ده هو اساس كل حاجه، واساس نجاح النادي الاهلي في كل الالعاب وفي الرياضه عامه هو الالتزام ولاده والتزام المدربين والتزام اللعيبه والتزام كل اعضاء المنظومه. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي مهتم بكل العاب النادي، طبعا الكره وهي ليها الشعبيه الاكبر والجماهيريه الاكبر، انما النادي بيولي اهتمام بكل الالعاب اللي بتتلعب داخل النادي الاهلي. هخص بالذكر العاب الماء لان ديت اللي انا يعني اتشرف ان انا بنتمي ليها. لا احنا بنلاقي كل اهتمام، بنلاقي كل دعم، محتاجين اي حاجه النادي بيقدر يوفرها لنا، من سواء من مدربين، من لعيبه لو احنا احتاجنا ان احنا نستقدم لعيبه من انديه تانية النادي ما بيتاخرش معانا، مدربين، احنا عندنا مدير قطاع ناشئين اجنبي مجري، مجر طبعا من اقوى المدارس اللي معروفه في كره الميه. اعضاء النادي يعني مهتمين جدا بلعبه السباحه على وجه الاخص، لان ما فيش عضو في النادي ما بيجيبش اولاده يتعلموا العوم. فاحنا نعتبر القطاع التعليمي عندنا هو اكبر قطاع تعليمي موجود في النادي في كل الالعاب. احنا يعني ممكن نقول ان احنا عندنا في القطاع التعليمي
شهريا بيجي ولاد بيتعلموا حوالي 6000 طفل بيجي يتعلم العوم شهريا على الثلاث فروع اللي عندنا، سواء الشيخ زايد او طبعا اهل الجزيره والشيخ زايد ومدينه نصر، وان شاء الله في المستقبل هيبقى فرع التجمع وبرضه هينضم ليهم. لا، اهتمام الاعضاء بلعبه السباحه عامه اهتمام كبير جدا جدا، وبنلاقي قبول غير طبيعي وبنلاقي رغبه غير طبيعيه في ان هم ينضموا للسباحة. طبعا فيهم جزء كبير بيوفق ان هو يفضل مستمر معانا وبيبقوا ابطال وينضموا للفرق، وفي جزء ما بيقدرش، يعني ربنا ما بيوفقوش او تبقى امكانياته الفردية مش متناسبة مع لعبة السباحة. بس في الاخر ما فيش طفل دخل النادي الاهلي ما جاش حمام السباحة يتعلم العوم. جمهور النادي الاهلي احلى حاجة في النادي الاهلي، احنا يعني بنسعد دايما بيهم، بنتمنى ان هم دايما يفضلوا في ظهرنا وفي ظهر النادي ويفضلوا يأزرونا، وزي ما بيقولوا على الحلوه والمره، مش على الحلوه بس، احنا ورا النادي وبنطلب منهم يفضلوا يدعموا النادي حتى في المواقف الصعبه، وده اللي احنا لمسناه من الناس لما احنا قعدنا فتره ما بنكسبش. الناس كانت مرانا وكان في اصرار، وكان في ناس بتيجي تتفرج علينا، كان في ناس بتيجي تشجع على الفرقه، كان في ناس ورانا. حب الجمهور دوت يعني، ودعمهم لكل الالعاب بتاعه النادي سواء العاب ماء او العاب صالات او طبعا كره القدم، ده اللي بيدي الدفعه وبيدي الحماس وبيدي الرغبه الاكبر للعيبه وللاجهزه الفنيه والاداريه ان هي تفضل تادي اقصى حاجه ممكنه علشان تفضل دايما بتلبي طموحهم وبتلبي رغباتهم وبتكسب لهم كل البطولات ان شاء الله.